ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف، وبعد إخوتي الكرام إلى مسند الدارمي. والمقدمة رسالة عباد ابن عباد الخواص الشامي. قال المصنف رحمه الله تعالى: حد أخبرنا عبد الملك بن سليمان أبو عبد الرحمن الأنطاكي عن عباد ابن عباد الخواص الشامي أبي عتبة قال: أما بعد، عقله والعقل نعمة، فرب ذي عقل قد شغل قلبه بالتعمق فيما هو عليه الضرر عن الانتفاع بما يحتاج إليه، حتى صار عن ذلك ساهيا. ومن فضل عقل المرء ترك النظر فيما لا نظر فيه، حتى يكون فضل عقله وبالا عليه في ترك منافسة من هو دونه في الأعمال الصالحة، أو رجل شغل قلبه ببدعة قلد فيها دينه رجالا دون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اكتفى برأيه فيما لا يرى الهدى إلا فيها ولا يرى الضلالة إلا بتركها، يزعم أنه أخذها من القرآن وهو يدعو إلى صراط القرآن، أفما كان للقرآن حملة قبله وقبل أصحابه يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه وكانوا منه على منار لوضح الطريق، وكان القرآن إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما لأصحابه، وكان أصحابه أئمة لمن بعدهم، رجال معروفون منسوبون في البلاد في البلدان، متفقون في الرد على أصحاب الأهواء مع ما كان بينهم من الاختلاف وتسكع أصحاب الأهواء برأيهم في سبل مختلفة جائرة عن القصد مفارقة للصراط المستقيم، فتوهت بهم أو أدلاؤهم في مهامة مضلة فأمعنوا فيها متعسفين في تيههم. هنا هذه الوصية يوصي فيها عباد بن عباد الخواص الشامي أهل الإسلام. قال: أما بعد، للفت الانتباه لما سيقول، فانتبهوا، يعني انتبهوا لما سيأتي، فإنما يأتي يكون عظيما عزيزا. قال: اعقلوا والعقل نعمة. اعقلوا والعقل نعمة، يعني من يفهم ذلك. اعقلوا والعقل نعمة. وهذه لقد قال الله تعالى: لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات أفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وهذا بالعقل، والعقل نعمة في الإنسان إذا استخدمه استخداما صحيحا، والعقل نعمة إن كان تابعا للأثر والنقل، فإنه إن عارض النقل كان وبالا على صاحبه، وإن استسلم وأتبع النقل كان قائدا لصاحبه إلى النجاة. قال: فرب ذي عقل قد شغل قلبه بالتعمق فيما هو عليه ضرر. أيضا بيقول هنا: فرب ذي عقل قد شغل قلبه، على أن القلب في العقل، على أن القلب في العقل. قال: قد شغل قلبه بالتعمق فيما هو عليه ضرر، يعني كأن يشغل نفسه بالأهواء، والأهواء مضلة، فأعظم الضرر أن يشغل قلبه أو يشغل عقله بأهل الكلام وعلم الكلام والأهواء المضلة والفتن الفاتنة المضلة. فيقول: عن الانتفاع بما يحتاج إليه، حتى صار عن ذلك ساهيا، يعني يشغل نفسه بما لا ينفعه، يشغل نفسه بما لا طائل تحته، بأن يضيع عمره في علم الكلام وفي السفسطة وفي المنطق والفلسفة، فيضيع عمره هباء منثورا ولا يصل إلى حقيقة الأمر بحسن التعبد للرب سبحانه جل فلا، وبالتعرف على أسماء الحسنى وصفاته الولا. فرب ذي عقل قد شغل قلبه بالتعمق فيما هو عليه ضرر، عن الانتفاع بما يحتاج إليه، حتى صار عن ذلك ساهيا. ومن فضل عقل المرء ترك النظر فيما لا نظر فيه، حتى يكون فضل عقله وبالا عليه في ترك منافسة من هو دونه في الأعمال الصالحة. يقول: من فضل عقل المرء ترك النظر فيما لا نظر فيه، حتى يكون فضل عقله وبالا عليه
نعم، يعني لا ينظر فيما لا نظر فيه ولا يستحق أن ينظر فيه، كما قلت كعلم الكلام وعلم الأهواء. قال في ترك منافسة من هو دونه في الأعمال الصالحة. قال أو رجل شغل قلبه ببدعة قلد فيها دينه رجالا دون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معناه أن من صنع شيئا لم يصنعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون قد ابتدع في دين الله، وهذا رب العزة والحق. فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم الحلقة الفاصلة بين البدعة وبين السنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. ولما قالوا: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنات الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. فهنا فيها دلالة واضحة جدا على الأمر، فإن الأمر بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الفيصلة بين البدعة وبين السنة. فيقول العباد ابن عباد: أو رجل شغل قلبه ببدعة قلد فيها دينه رجالا، وأتعت الناس وأبخس الناس صفقة من قلد دينه الرجال. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمييز، ما العلم ناسبك الخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. أو اكتفى برأيه فيما لا يرى الهدى إلا فيه، وهذا أيضا من علامات الساعة، من علامات الساعة أعجاب كل ذي رأي برأيه. إذا رأيت شحا مطاعا وهو متبعا وأعجاب كل ذي رأي برأيه فانتظر الساعة، فانتظر الساعة إلا بتركها به. يزعم أنه أخذها من القرآن، وهذا طبعا كما قلت أيضا طريقة أهل البدع والضلالات، طريقة أهل البدع والضلالات أنهم يأخذون العمومات ويتمسكون بها ويعيشون بها على بدعة ضلالة، يذيعونها بين الناس ويقولون حجرتم واسعا، وهو يدعو إلى فراق القرآن. يقول أخذها من القرآن ويدعو إلى فراق القرآن، والقرآن يدعو إلى السنة لا إلى البدعة، والقرآن كله الأخذ به سنة. البدعة كل البدعة هو البعد عن القرآن وعن تعليم القرآن وعن فهم القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها؟ أفما كان للقرآن حملة قبله وقبل أصحابه يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه وكانوا منه على منار لوضح الطريق. وكان القرآن إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قل ما يكون لي قال إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وقال ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما لأصحابه، فالقرآن كان قائد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقائد أصحابه، والأمر راجع إلى القرآن، وكان أصحابه أئمة لمن بعدهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. قال: وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهبت أنا فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد. متفقون في الرد على أصحاب الأهواء، وهذه متفقون. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يردون على أصحاب الأهواء. ابن عباس رضي الله عنه لما ذكر له القدرية قال: أتوني به أعض أنفه، أتوني به أدعك رأسه، أدق عنقه، قال أفقأ عينه. وأيضا الإمام العلم ابن عمر رضي الله عنه رضاه لما ذكروا له في أهل العراق من يقول تقفر العلم ويقول الأمر أنف، قال:
فقال ابن عمر: أنا منهم بريء وهم مني براء، أنا منهم بريء وهم مني براء. ويصف أصحاب محمد يقول: رجال معروفون منسوبون في البلدان متفقون في الرد على أصحاب الأهواء، وهذه سمتهم، سمة الصحابة الرد على أهل الأهواء والبدع والضلالات. ودين الله لا يقوم على الضلال والبدعة، بل يهدم الدين بالضلالات والبدعة، وما انتشرت بدعة إلا اختفت سنة. وهذه من السنة الكونية. متفقون في الرد على أصحاب الأهواء مع ما كان بينهم من الاختلاف، وتسكع أصحاب الأهواء برأيهم في سبل مختلفة جائرة عن القصد. فأصحاب الأهواء في كل واد يهلكون، يتسكعون، لا دليل لهم مستنير ولا عقل لهم يسير بهم إلى الجادة، ولكنهم إلى الهلكة أقرب منهم إلى النجاة. قال: مفارقة للصلاة المستقيم، فهم يفارقون الصلاة المستقيم وينقلون ضوابط يسيرون عليها، يتفقون عليها، يضادون بها الكتاب والسنة، فتوهت بهم أدلاؤهم في مهام مضلة، فأمعنوا فيها متعسفين في تيههم. وهذا حال أهل البدع والضلالات والتعسف من حالهم، وأيضا الاضطراب والتذبذب من أمرهم، لأنهم لم يستبصروا الطريق بنور الحق، ونور الحق كتاب الله وسنة النبي: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.